اصدقائي السلام عليكم. دبرت على صديقي هادي رانتي واد هذا باقي شاد السولان هذا غيجي يدي مولا راه مهاجر هادي ذكر مقنين السين دارهم قدام شوية شي 15 شحال الحبه 60 درهم المقنين المهاجرة مخلطك عليا مع شي بياسات ديال البلاد 6 اورو المقنين منتقل مقنين ديال الريف كاين الكورة الكورة شاو نتاو الدوم نتاو الله يبارك كاين طويرات ملاح ما شاء الله البيشو بولدوغ ذكر بولدوغ شحال عنده خويا عام وشي حاجه 6 شهور الكارني ديالو تودر لك ولا شنو شي مودر ما كاينش هنا كاع داو حاجه بانيه شحال الثمن ديالو الثمن ديالو عطاوني 800 2000 درهم كتقول عطاوه 800 درهم قول لي يا خويا النمره النمرة 0-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 
غير نشوى نشوى. شحال عندك؟ انا 8 شهور في طاي بوغوسا. شحال ديال اخويا؟ 700 درهم. باغي فيها الخوت 700 درهم 70 اورو. الله يبارك. 6 ايام ان شاء الله. 6 ايام وشكون واجد التزاوج؟ بصح حموده النمره شي النمره ديال الاخ اخوتي هي 07 18 30 03 06. البركه ما شاء الله. سميتها روزا. روزا البهلوان العشران المهاجره دي خلطه. قدام شوية شي 15 درهم. شحال الحبه؟ 60 درهم. المقني المهاجرة مخلطة قال لي مع شي بياسات ديال البلاد. 6 اورو المقني. المنطقة الشمال. المقني ديال الريف. كنت كورة عاد كورة ذكر مقنين 60 درهم داوم نتاوي مشاو نتاوي داوم نتاوي الله يبارك. كاين طويرات ملاح ما شاء الله. البيشو ديال الحمودة كي وقفه البهلوان الى داكشي ديال السيرك. حمودة ذكر نشوى هو شحال عندك؟ انا 8 شهور في طاي. واش مو في العمر ديالها كتبقى بشي طاي هاد الحجم؟ بوغوسا. شحال ديال اخويا؟ 700 درهم. باغي فيها الخوت 700 درهم
70 اورو الله يبارك. بقى لها سيمانه و سيام وشكون واجد التزاوج حموده النمره شي النمره ديال الاخ اخوتي هي 07 18 30 03 06. البركة ما شاء الله. سميتها روزا. اصدقائي مرحبا بكم، جينا عند خويا طارق. واش طارق؟ واش خويا حماد؟ شاد الغبور اشاد؟ مع الوقت كاين شي كلاب؟ كاينين اخويا قرعه ما بقاش الحيوان داك عارف. دابا شي حاجه على فيسبوك مرحبا لي. واش عندك في الدار طارق؟ عندي الروش، عندي الضوق، عندي المانيلو، عندي الكانيكوسو. راك عارف السلعه كاينه في حي محمد. شي كلاب؟ كاينين اخويا قرعه ما بقاش الحيوان داك عارف. دابا شي حاجه على فيسبوك مرحبا لي. واش عندك في الدار طارق؟ عندي الروش، عندي الضوق، عندي المانيلو، عندي الكانيكوسو. راك عارف السلعه كاينه في حي محمد. السلعه كاينه في الحي، مرحبا غنجي عندك نديرو شي فيديو. قول انا جبناها باش نحيدو اليوم. شنو هي ديال طارق؟ بولي شي بولي. اه بولي امريكا. شي حاجه بير. اه تا بولي امريكا. نتشوا نتشوا حامله باقه؟ لا باقه صغيره، باقه فيها صغيره. شحال عندها؟ عندها شي 8 شهور. عندها الكارني خويا؟ كارني فاكسان. عندها 8 شهور كارني فاكسان ديالك. شحال ديال اخويا طارق؟ خليها في الخاصة خويا. قولها قولها. شناهي ديال طارق؟ قولي شي بولي امريكا. شي حاجة بير؟ اه تا بولي امريكا. نتشوا نتشوا. حاملة باقة؟ لا باقة صغيرة، باقة فيها صغيرة. شحال عندها؟ عندها شي 8 شهور. عندها عندها الكارني خويا؟ كارني فاكسان. عندها 8 شهور كارني فاكسان ديالك. شحال ديال اخويا طارق؟ خليها في الخاصة خويا. قولها قولها انا مزاوج لك في المهمة. ما بيناش فايتها 2000 درهم؟ لا لا قل من 2000 درهم. قل من 2000 درهم؟ قل من 2000 درهم. قل 1500 تقريبا. تبغى الفريخات قلنا انا في محل. كاينين اخوتي عنده شي فريخات. اه بزاف كيلو شاش مرحبا. كاين حتى الفراخ اخوتي عنده فيروش. خويا وليتها وفيمين. راني انا داك الكانيش. والسلعه خويا راك عارف حيدناها من القرعه خويا راه كاين. اش فيك؟ لقينا نزول. شنو هي هذه خويا؟ كاير ليلي. ليلي. كانش بيجو غزيزا غزو خلي يشوف الفاشه ديالو. شحال عنده دابا هذا وادي؟ 4 4. عنده خويا الكارني ديالو؟ عنده كلشي. عنده كلشي. شحال كيبقى الثمن ديالو هذا وادي؟ قول لهم الثمن زون، قول لهم الثمن. شحال كيبقى؟ 100 درهم. 600 درهم. الثمن زون ديال خويا. حطوا وادي. حطوا وادي. شوفوا التحركات ديالو. كما تشوفوا الاخوان. ليلي. باغا يلعب. اه طارق قول لي اخويا النمره ديالك. 06 26 09 21. عندي كان الشدار عندي راه كنا حيره ما بقاش تلاه قرعه راك عارف. ايوا نجم قرعه. غنجي عندك للدار ونديرو شي فيديو. مرحبا. كاين البيش الشمالتي كاين البولي اخويا الله يبارك. اما الحيوانات اللي بغا الماني الوكا الروت ستاف كيس كاين الخوش طير الحر الله يبارك. الاسم ديالو خويا هذا؟ هذا الصقر الغزال. دابا هذا خويا ذكر نتوما؟ ذكر عمرو خرج اول مره. عمرو خرج النشاط ديالو مدريسي. مدريسي انت كتشوف فيه راه ما كانش مدريسي ما غاديش يصير. ربيتيه فرخ؟ فرخ ود العش. ود العش ماشي انتاج ديالك؟ لا انتاج ديال القواصم. دابا هذا الا جبناهم مثلا فراخ ممكن ننتجهم في القفز؟ ننتجهم في القفز تحقق عليهم فهمتي ديال. البيئه ديالو البيئه تكون القفز عالي اول حاجه فهمتي. خاص يكون القفز فيه 3 متر فيه 3 متر والمساحه ضروري يكون اتساع في العلو في العلو حيت كيبغيو يطيروا يبغيو. هو هذا دابا البيع؟ هذا البيع. شحال كيبقى الثمن ديالو؟ 4000 درهم. 4000 درهم ممكن تقدر تصيد به دابا ان شاء الله؟ هذا تقدر خاصو شي يولف عليك شي يولف تخدم معاه يولف. بالنسبه لك انت راه ربيتيه فرخ راه مولف عليك. مولف على الانسان كتعاشر مع واحد فهمتي فاش كتعاشر مع واحد عاد باش يقدر يتعاشر معاه تقدر تطلقو ويرجع لك يأمن عليك بحال الكلب فهمتي. لكن تما الكلب كيف ما هو يأمن عليك طلقو ويرجع ما يأمنش عليك طلقو ما يرجعش. متفق معاك خاصو يتيقفك خاصو يتيقفك وتهلو وباش كيشم ريحتك كدفن ريحتك في الماكله فهمت.
كدير اللؤه ديالك في الماكله هي باش كيعرف الريحه ديالها. سبحان الله. ممكن تخلي النمره ديالك خويا؟ مرحبا خويا العزيز. قول لنا 0602 64 68. النيميرو يادي 0602 64 68. اي حاجه في الطيور مرحبا. الله يسرك الامور خويا. الصديق عنده الحمام، اش من نوع هنا خويا؟ انواع كاينين جوج الانواع، كاين الفري والعنبر. الفري بشحال؟ الفري ب 30 درهم 3 دولار ثمن الحمامه ديال الفري. والعنبر خويا؟ 40 درهم. العنبر 40 درهم. حمام جميل ما شاء الله. سيراما تكر تكر سيراما والأنثى ناكازاكي، سلالات مختلفتين عن بعض ولكن سبحان الله نفس الحجم نفس الوزن. دابا راه تزاوجوا. الأخ كيقول فيهم 200 درهم. قول لنا النمرة خويا. 0674 56 58 70. الدراري راه قلبوا بروجي ديال الفراغ. حنا مرحبا. شحال هنا طارق؟ في يومي اللي بغا. هنا يا هنا. اثمن هادو خويا 200 درهم جويجه. يلا وليدي. جويجه. بيروش. 70 درهم. 70 درهم. كالابسات نسوا وتكرش 35 فرنك 7000 ريال. بالقفل الزينب كلشي اللي مخويا حماد. ياك. كومبلي. نستنى حماد. هاد كالابسات اخويا حماد. هما جايبين. بالكاش ديالهم كلشي اللي مخويا. هادو بالكريه ديالهم كومبلي. الكريه ديالهم 35 فرنك. هادو الماركة اللي عينهم حمرين. عين حمراء. عين حمراء. عطيهم النمرة ديالك. النمرة ديالك. 0-26-09-21. اوادي دبر على السرقة. عطيهم النمرة ديالك اوادي. 0-06-12-40-88-77. خويا. دوبرمان بينشر. مال فومال. مال. مال. شحال السن ديالو؟ ثمانية شهور. ديسيبلين. ديسيبلين. مربي في الدار. مربي في الدار. عنده الكارني ديالو. الكارني يلا دير الجلب الاول. يلا دير الجلب الاول. شحال هذه؟ 1500 درهم. 1500 درهم. 150 دولار الاخوان اللي تيقول فيه. سميتو؟ باكو. باكو. 0-44-77-88-38. صباح المقنين. الله يبارك. منين هاد الخيرات؟ ديال الجبن. الجبن. شحال هنا؟ 80. يبغى شي حاجه يجي للسوق مرحبا. بغيتي هادي ولا هادي؟ هاي هاد الباهته شويه. وهاديك شويه عيان باش نعطيك راهي ما كتمشي معوجه شويه. الكالوبسات كوبل اخويا. كوبلا الروعة ما شاء الله. العظمة شفت اليوتيوب انستغرام مزيان. الله يحفظك. الله يحفظك ليا خويا محمد تيفي. قلنا كوبلا خويا ياك؟ كوبلا. فايش خدامين مازال؟ شحال كيبقى ثمنهم؟ 400 درهم. 400 الواحد. الله يبارك. هذا جميل ما شاء الله. شي واش حتى انا نسال لك كلشي. هذا باقي فريخ. هذا باقي شاد السولان هذا غيجي يدي مولاه. الزوف اللي يديك هاو. هذا البينو عين حمراء. البينو عين حمراء كابر بالسولان. شحال عنده ما شاء الله؟ والله ما عرفت العمر ديالو. جابوا لي الدري تقريبا هذا غيكون عنده شي شهر باقي ما كيعطي على حساب التجربه ديالي المشوار. هذا الشيء اللي كان هذا شحال كيبقى ثمن؟ هذا تباع ب 300 درهم. 300 درهم. مازال عنده خوتي فريخات تبارك الله. شوف راه مخرجهم من القلب. حيدار شويه. هادو شحال خويا كيبقاو؟ هذاك 150 درهم. هذا 150. دابا هادو كاملين بحال هذاك. كلشي بحال. الله يبارك الفريخات. تبغي تخلي النمره ديالك خويا؟ اللي بغيتي حاجه السوق مرحبا به. السوق مرحبا. الكالوبسات خارج من القفصه.
تبارك الله. هادو كوبلا دجاج سيلبرايز المال الاخوان هو داك اللي ملهيه. هادي الدجاجه هادي الانشا اللي امامكم. هذا الذكر مول القفز شحال ديالهم خويا؟ 500 درهم. باغي يفهم الاخ 50 دولار. ممكن كاين المفاوضة ياك؟ كاين المفاوضة 500 ديريكت. النمرة ديال خويا؟ النمرة 06 03 94 95 98 38. دجاج السيلبرايز هادي هي الكوبلا السيلبرايز. هاديك هالأنشا الله يبارك. سلالة جيدة ديال الدجاج ما شاء الله. منظر ما شاء الله. هذا رولو عشاق الحمام. رولو هذا الرولو. هنايا كاين الخليط. شحال الخليط؟ كاين كوبلا. شحال الخليط؟ خليط 20 دولار الكوبلا. هذا الرولو هذا كيقول 70 درهم. 7 اورو زيد. هادي هي 70 درهم. فري هادي خليط حميمات ملاح الله يبارك. شكرا. اش كاين صديقينا؟ هادو السيفيا. هادو السيفيا وهادوك اللي ملهي الطا طاك لرولو. طاك لرولو. هاد السيفيا بشحال هاد الكوبل اخويا؟ هادو اخوتي 30 دولار. لهيه؟ هادوك اخوتي 10 دولار. وريقة ديال العشرة. هادو ثلاثة الورقات. الله يبارك حميمات اخوتي ما شاء الله. اخوان جبت لكم الشبكة العجيبة. جميع انواع الطيور. ياك خويا. الله يبارك. شحال فيها في الطول؟ 22 على متر ونص في العرض. 22 في الطول. شحال كيبقى الثمن ديالها؟ كيقول فيها خوتي 10 دولار. عشقة خويا. خدمة ناضية. تبارك الله راه باين باين داك الشيء. قول يا خويا النميرة ديالك؟ 06 98 66 85 83. قول اللي بغا خويا العرض اللي بغا نصوبو له. قياس اللي بغا نصوبو له. كون واجد. خوش خيلوطة ديال الفراخ الله يبارك ما شاء الله. اش كاين خويا هنا؟ النورمال. النورمال كنار ومعامل المقنين. شحال كنار هنا خويا؟ 80 درهم. 8 اورو ولا 20. الله يبارك. هذيك المقنينة ذكر انت هو؟ ذكر. ذكر شحال ديالو هذاك؟ 82. براني خاصك. ويبغى الكنار راه باقي عندك. كاين الكنار؟ كاين عندك. النميره ديالك؟ 06 30 87 35 41. الله يسر امورك. هذا الثمن هنا صافي. السلام خويا. الله يحفظك خويا. دير بخير. شنو ديال اصاحبي؟ اخوان اليوم ما تلاقيتش. انا جيت في الطاقة مع اشهر مربي طائر البلبل. ها هو البولوع الصغير الله يبارك. تبارك الله عنده البلبل اخوتي. واش كاين المليح اليوم؟ انا خويا تولع كاين المليح اليوم. سير حمزه غتشهد هذاك. سير لنا حدا هذاك باش نشوفوا الشراسه. قربوا من الدراري من بعضياتهم. اللهم بارك. سبحان الله. شي حاجه يقول اللهم بارك. اللهم بارك. صيد وكلام. يلاه جاي الصيد.
الله يحفظك. ابغى شويه قلقلب دابا باش تقلقيها. سليم اخويا سليم. تبارك الله تبارك. هذا شحال عنده في القفص خويا؟ امين صيده وكلام جمال. شحال كيبقى الثمن ديالو؟ حتى كنصيد الاولى. الاولى هذا لوين؟ هذا خويا؟ خليني معاك. هذا شحال عنده واد؟ ولد العام اخويا راه ما عندوش شهور ما عندوش. تبارك الله. ولد العام. شحال كيبقى الثمن ديال واد؟ ما بقاش. كريستيانو. بقى طيبة. مين السبي دخل؟ في ماركي البيوت يا خويا. طب ربي. سبع. هذا ما قلتيش لي شحال كيبقى الثمن ديالو. هذا خويا ما عنده ثمن. ياه يعني ماشي للبيع. ارى لي كريستيانو. ها كريستيانو. هالي هالي الله يبارك. هالي هالي هالي. شحال عنده في القفص خويا؟ هذا السبعه خويا. تبارك الله. هذا جاي الحصماضيه. الروسورسي. هذا نادي كندي. هذا شحال كيبقى ثمنه؟ هذا ثمن اخويا اخر ثمن 40 فرح. 400 درهم. كلام رويشي ولا ديال هذا ولد اخويا شاد كلام ديال الحسنيه الوطوار. تبارك الله. والولوال النميره ديالك خويا 06 92 05 للعوده 06 92 10 05 57 الله يبارك. قربوا لي لهداك شوفوا الهيجان. دابا ياكل التمر. دابا ياكل التمر. عطيه تمر عندي تمر. وكان ما غيدواش حنا بغينا. هذا ديال واحد الاخ معلقو هنايا. هذا خويا قديم في القفص عام ولد العام. شحال كيبقى تمنو؟ 400. تبارك الله. الكلام فيه شي حاجه مزيانه. ميلونج ديال الهضره خوش. حافظ على الحي. باش خلي النيميرو ديالك 0 5 7 8 6 0 7. ماشي عطيه التمر. لا لا يعوزك الفنان. هذه راه نتيوات نشوف خويا. هذو راه نتاوي كنعزل لواحد الاخ. هاد الشويطين هو هذا. سبحان الله ما بارك. نتيوات ديال البلاد. تبارك الله. بلاد اخويا راه هذه بلاد. كاينه البرانيه. كاينه حتى البرانيه كاينه. شنو هي زوينه؟ هذه بلديه 2000%. هذو نتاوي عندي دايرين 20 درهم الرخا اليوم. شحال داير لهم نتيوات؟ 20 درهم. الله يجعل البركه. بارك الله. انا بخاطر الماليح 20 درهم جوج اورو نشوى مقنين. الواقع
تيولا ملاح راه زوين انت سلام الله يسلمك تبارك. صباح الخير خويا ياسين. النور خويا واش تعاود دابا دبر العشيه. مرحبا الله يحفظك. الله يحفظك خويا موحد تبارك الله. تولى عليا خويا صدرت 3 سنين ونص الكلام كلام وكريه عمل اكشيداب ديال السوق هادشي خارج تبارك الله. شحال ديالو بياسي؟ نقول فيه 900 تيتسنط ليه بنادم ما كنبيعش ونشري السيكش. بيعهم قال بيعهم قال كاين الفيديوهات ديالو كاينين كلشي ديالو كاين الفيديوهات معلومة خياسي اللي عجبو راه غادي تصيفط ليه مور صور حدو غير بنادم غيفوت واحد الثمن خصو يتسنط. النميرة خويا ياسين 0693 67 79 96 حوزو دير 7000 برافو راه مولفني راه مولف كياكل من يدي صحابنا عطي شي لعيبه لا مال ما شاء الله الله يبارك زوين تبارك الله لا يسر اخويا ياسين امين يا رب. 2021 باقا فيكس ديال النحاس جحموميه 2021 باقا ديال النحاس فيكس راه مرقمه ماروك 2021 تبارك الله مال كره علاش كيدير الاجنحه ديالو بحال ما يلاه عومته كينفض كينقي في راسه سبحان الله انا كنصحابو انا كنصحابو داخل الهيجان لا عومته طائر جميل ما شاء الله في البدايه الباقى الاخوار ديال النحاس ما شاء الله دابا هذا كان عندك فري خويا كان ولي 2021 من ورا كورونا تبارك الله يعني دابا 3 سنوات قرب يكون 4 سنين قريب يكون 4 سنوات ما شاء الله باش خوشان نقربوا ليكم اللهم بارك ماشي زعما انت تكون بات وقلت راه كنطلقوا في الدار في الدار معاه في الدار معاه هو واخد راحته مع تبقى تزلاعب معاه سير خواشو زين سبحان الله كيفاش كيدير مع مولاه باش يدود دابا راه تسطع عليه بقى يدور معايا على القفوزه زيد شحال ديالو خويا؟ قلت نقول 700 كومبلي 700 كومبلي بالقفز ديالو القفز ديالو عنده هاد البلبول حتى هو حوز لي هاد البلبول خويا مرحبا حتى هو راه ولد العش شي هذا ولد العش بلاش ندخل عنده لي دوز شوفو مزيان باش كومبا معاك حتى هو كنقلقو راه ليه حوشي ستوريات راه مصور معاه فيه عليه شي فيديوهات ديالو سبحان الله الاخوان هذا اليف بزاف كيفاش كيدير معاه مرقد اسفي هاي مكتوبه في القفص ياك اسفي هاي فينا يا مكتوبه كل قفص السميه ديال المرقد تبارك الله هذا شحال كيبقى خويا؟ راه 600 اخر سنة 600 درهم حتى هو الباك دو باك 2024 جوست البيكان عنده 8 شهور دابا والسيري متابع 8 شهور السيري فيه 8523 8524 تبارك الله تابع خويا قول لي النمرة 06 65 65 41 41 83 83 60 60 الجحموم اللي كيحيد الهموم الجحموم اللي كيحيد الهموم هاز الكلام راه كيضرب المقنين الحدادية تبارك الله والبولبول البولبول راه حافظ على الجدر عنده 12 عام راه معروف الجدر في السوق طفرة كلشي كيعرفو في الدار كاع السي هذا كيعرف نهار ديال المقنين اخوش الله يبارك 3 سنين في القفص خويا تغريد كلشي حافظ مزيان حفاظه مزيان شحال كيبقى الثمن اخويا 500 اخر ثمن اخوتي 50 دولار باغي الله يبارك ولكن طوير ما شاء الله ها هو خوش ديسيبلين الفرخ اخوتي باش نعرفو قديم في القفص تيكون ثابت ترون كيف زائد الرجلين الخوت كيديرين ما شاء الله بيضين الفريخ تايق في نفسه كيصفي خوي الله يبارك ديسيبلين هذا مقنين يمين شانوش شحال عنده في الكاج اخويا عنده شي شهرين باقي اخوتي داهش واحد شويه ولكن راه مقنين ما شاء الله
ريش وبلدي الله يبارك. هذا شحال ديالو خويا؟ 350. الكلام شي كلام زوين؟ ويدان ها راه لي هذاك؟ هذا الدوزيام. دوزيام شتو ليا من الفوق، شتو ليا من الفوق صافي حي. البلدي البلدي يا ولدي. ويداني شاو شاو ويداني. شحال في القفز؟ خمس شهور هذاك سمعت. هذا خمسة شهور. أصل قرع. أصل قرع عنده خمس شهور. رأيك يصفي هذا شوية ولا؟ ترى بارفا فوريزي. تبارك الله. هذا شحال ديالو؟ هذا 400 درهم. 40 دولار. الله يبارك ولق فيه الزوا ما شاء الله. هذا كومبلي بقفزو؟ مرحبا. يبغى مرحبا. الله يبارك. شحال عنده في القفز خويا؟ قرع ولا عام. الكلام؟ ويداني. شمانو خويا؟ 500 درهم. 50 دولار. الو؟ لا بلاش، غنبيعو في السوق. نهار ديال المقنين. شحال عنده في القفز خويا؟ 3 سنين. 07 72 72 88 88 12 24. ابراهيم ارميني. خلط اخويا هنا الكره والدجاج. شحال الثمن؟ 30 دولار الطائر. بحال الدجاجه بحال الفروج. شمال واحد. شمال واحد. كاين الوان ما شاء الله. كاين هذا الارميني ابيض. كاين هذه الالوان. واش خلي النمره ديالك؟ المقني ناقش الشاويه. خلصنا عمي، خلصنا خويا. بلا ما ترد معايا لا بال لا والو. انا 1000 ريال اللي بغا جوج 1000 ريال لواحد. اللي بغا جوج 1000 ريال لواحد. 1000 ريال لواحد 71 درهم. قبل هذا الموالي درت الثمن هذا وبقاو لي ربح. بغيت نبيعهم انا الثمن 1000 ريال و1000 ريال. هذا مليح هذا. قلبوا 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 لي اخو قلبوا لي قلبوا لي 1000 ريال. سابقه في التاريخ. هرشوا هرش تكيار هذا زوين. صدرو صحيح هذا. شكون يبغاه؟ اش قلت لك؟ عطيتو ليه. الله يخلف. 1000 ريال 1000 ريال 1000 ريال جوج ب 100 درهم. دجاجة خويا. دجاجة فروش. تبارك الله. البراهمة ارميني. شحال ديال اخويا؟ شحال كتقول في هذه خويا؟ 40000 فرانك. 40 دولار اخويا. الله يبارك. جميلة ما شاء الله. هذا فروج في يومي. شحال الثمن ديالو؟ 100 درهم. 10 دولار. كيخصب. تبارك الله.